السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 20 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن باب الريب وهو الشك، وقلنا لكم أن الشك من كبائر الذنوب، بل قد يوقع في الكفر. فمن شك في وجود الله تبارك وتعالى أو وجوب عبادته وحده لا شريك له فهو كافر، ومن لم يكفر الكافرين أيضا أو شك في كفرهم فهو كافر أيضا، بل ذلك من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام. وإنما المؤمنون الذين آمنوا بصدق جازم، لقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وذكرنا لكم أن علامة الإيمان الصادق أن يقدم الإنسان محبوبات الله تبارك وتعالى على محبوبات نفسه، فمن قدم نفسه وماله في سبيل الله فهو مؤمن إيمانا صادقا بلا شك، أليس كذلك؟ بخلاف من يبخل في تقديم ماله ونفسه أو في تقديم رضا الله تبارك وتعالى على رضا نفسه، فإن هذا هو الذي قد يدخله الشك في إيمانه. وإذا كان الإنسان مرتابا في دينه فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي قد توقعه في الكفر في بعض الحالات. نتكلم اليوم أيها الإخوة عن باب له تعلق بالباب السابق، وهو باب السخط. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السخط، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه. السخط أيها الإخوة ضد الرضا، فالساخط هو من لم يرضى بقضاء الله وقدره. فإذا وقعت عليه الأمور الدنيوية من مصائب وغيرها لم يرضى، وإذا منعت عنه بعض النعم لم يرضى، هذا هو الساخط. والساخط واقع في كبيرة من كبائر الذنوب بلا ريب. ولا شك أن الساخط لا يكون مطمئناً ولا ساكنا ولا هاديا في قلبه. ولذلك قال الله جل وعلا في الآية الأولى التي ذكرها المصنف: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذه الآية تتكلم عن وقوع المصائب، إذ قال الله عز وجل في أولها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. والهداية هنا هي التوفيق للرضا الباعث على الإطمئنان والراحة. ولذلك قرأ عكرمة رضي الله عنه هذه الآية بقراءة طبعا غير متواترة وغير سبعية ولا مشهورة، قرأها: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ولا شك أن الذي يرضى بقضاء الله وقدره تجده دائما مطمئن البال، منشرح الصدر، هادي القلب، أليس كذلك؟ بخلاف من يتسخط على قضاء الله وقدره. ولذلك قال علقمة في معنى هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم،
والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث التالي، وهو حديث أنس رضي الله عنه الذي عند الترمذي وحسنه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن البلاء إنما يكون خيرا للمؤمن، وأن صاحبه يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى إذا صبر على البلاء ورضي بقضاء الله عز وجل ولم يسخط. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث رواه مسلم من حديث صهيب بن سعيد رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الحديث ليس فيه الحث على تمني البلاء، لا، وإنما فيه الحث على الصبر على البلاء، فإن البلاء لا يطلب ولا يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. والحديث أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى. فلا تطلب البلاء أنت، ولكن إذا وقع عليك البلاء فاصبر، واعلم أن هذا البلاء مآله لك إلى خير، مآله لك إلى خير، وهذا كله للمؤمن دون غيره. اليوم أيها الإخوة نعيش للأسف الشديد في حالات سخط كثيرة، في حالات سخط كثيرة، فإما أن يسخط الإنسان للمصائب التي تقع عليه، وإما أن يسخط الإنسان للنعم التي لم تصل إليه، أليس كذلك؟ تجد أن كثيرا من الناس يتسخطون: لماذا لا نكون مثل فلان ومثل فلان أو مثل فلانة أو مثل علانة؟ ولا شك أن ذلك من عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا الأمر يصيب البشر بشكل كبير، لكن على المؤمن أن يدافعه. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم جميل طويل عن هذا الباب، قال في آخره، طبعا هذا الكلام كان يتكلم فيه عن حسن الظن بالله وعن أن أكثر الناس يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى، قال في ختام هذا الكلام: قال: فأكثر الخلق، وتنبهوا جيدا إلى عبارات ابن القيم رحمه الله، فأكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاءه الله له وأعطاه، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش عن نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، يعني مستقل من هذا الظن السيء أو مستكثر منه، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. هذا الأمر وهو التسخط على القضاء والقدر من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وكل نفس يقع منها ذلك، لكن مستقل ومستكثر. كل إنسان تجده اليوم يتسخط على وظيفته، يتسخط على عياله، يتسخط على زوجته، يتسخط على مكانته بين قومه، يتسخط أحياناً على شكله، على لونه، على نسبه، على مكان تواجده، على جنسيته، على لماذا؟ لماذا كل هذا التسخط؟ هو من قبيل التسخط على القضاء والقدر، وإن تنجو من هذا تنجو من ذي عظيمة، لأن هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، والواجب علينا أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى.
سبق وأن تكلمنا أيها الإخوة في دروس سابقة عن ظن الجاهلية، وقلنا أنه هو ظن غير ما يليق بالله تبارك وتعالى. فكل من يظن بالله تبارك وتعالى ذلك فقد ظن فيه ظن السوء. وتكلمنا في الدرس السابق في باب الريب عن أن الإنسان يوقعه في الشك مثل هذه الاعتقادات التي في قلبه، يستمر يتسخط على ربه في القضاء والقدر فلا يطمئن قلبه ولا يهدأ ولا ينشرح صدره حتى يوصله ذلك إلى الشك، لكنه لو سلم الأمر لله تبارك وتعالى لابتعد عن هذا الأمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا تاليا متعلق بهذا، قال: باب القلق والاضطراب، وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، والعين مقرة لما يوعى بالقلب، لما يوعى بالقلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد. هذا الحديث أيها الإخوة تكلم فيه المصنف عن القلق والاضطراب، والذي يتسخط على القضاء والقدر يكون قلبه قلقا مضطربا دائما متخوفا حتى من الأمور المستقبلية، حتى من الأمور المستقبلية كيف تقع وعلى من تقع، عليه، على عياله، على زوجته، على ماله، على نفسه. فكل من يتسخط على القضاء والقدر فإنه يقع في القلق والاضطراب. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب آيات عديدة تبين أن الواجب على الإنسان أن يطمئن وأن يسكن قلبه وينشرح صدره لقضاء الله وقدره. قال في الآية الأولى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وهذه في حادثة الفتح، بل هي في سورة الفتح. وجاء مثيل هذه الآية في حادثة الغار، في قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فأنزل الله سكينته عليه. وجاء مثيلها في قصة حنين. فالله تبارك وتعالى ينزل السكينة على هؤلاء المؤمنين لرضاهم بقضاء الله وقدره وإيمانهم بصدق موعوده سبحانه وتعالى. ثم أورد الآية التالية والتي فيها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتدرون هذه الآية فيما نزلت؟ هذه الآية نزلت بين منافق ويهودي، أيهما خير، المنافق ولا اليهودي؟ طبعا النفاق الاعتقادي الذي يخرج عن الملة، النفاق الاعتقادي الذي يزعم أنه مؤمن وهو في باطنه كافر، أيهما أفضل، الكافر ولا المنافق ولا اليهودي؟ من؟ الاثنين معهن؟ طيب اليهودي، من اللي قال اليهودي؟ جميل جميل. هذه الآية نزلت في منافق ويهودي اختصما في أمر مالي، فقال المنافق: نحتكم إلى فلان اليهودي، لأنه يعلم أنه يأخذ الرشوة. وقال اليهودي: بل نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن محمدا يحكم بالحق. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الشاهد، المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ولو توجه إلى الحكم الشرعي، وكان في الحكم الشرعي أخذا لمال الغير عليه لرضي بذلك وسلم، ولا يجد في نفسه حرجا أبدا مما يقضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو الرضا. أما السخط والتسخط والقلق والاضطراب هذا هو الذي يورث
الحرج في القلب ثم يورث الشك ثم قد يخرج عن الملة. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. شوف هم يقولون كذا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. إذن الذي يرتاب ويتسخط ويقلق ويضطرب ولا يأتي إلى الشريعة إلا إذا كانت الشريعة في صالحه وفيما يخدمه في ماله، هذا لا شك أنه ليس بمؤمن، لا شك أنه ليس بمؤمن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المقصود بها هنا الروح، الروح فترد إليها روحها يوم القيامة حتى تبعث. ما هي النفس المطمئنة؟ هي الراضية بقضاء الله وقدره. يقال لها يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي إلى جسد ذلك الشخص ثم إلى ربك راضية مرضية. كانت راضية مرضية جزاء لها على أنها كانت راضية في الدار الدنيوية بما قضى الله وقدر. والحديث التالي الذي ذكره المصنف في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث يدل على أن الاطمئنان والرضا بقضاء الله وقدره يورث ويبعث على التحكم في النفس عند الغضب، بخلاف السخط والقلق والاضطراب فذلك يبعث على إرادة الانتقام. ولذا كان من صفات المؤمنين قول الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني التالي: أي لا تغضب، أي ابتعد عن أسباب الغضب واتخذ ما يخمده. ومما يعين على إخماد الغضب أيها الإخوة الاستحضار لما جاء في الكتاب والسنة من كظم الغيظ، والقيام بالأسباب المشروعة التي جاءت في كتاب الله أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن الوضوء عند الغضب، ومن تغيير الحال، فالذي يكون قائماً يجلس والذي يكون جالسا يضطجع. هذه كلها أمور مشروعة للإنسان عند الغضب، ولا ينهى عن الغضب بذاته، فإن الغضب طبع بشري لا يتحكم به الإنسان، لكن ينهى عما بعده من ما يتخذه الإنسان مما يكون فيه انتقاما أو جورا أو تعديا. ولا يؤمر الإنسان أيضا بترك الغضب، وإنما يؤمر باتخاذ الأسباب المبعدة عنه، مثل هذه الأسباب التي ذكرناها. ولذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى: معنى قوله لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ختام هذا الباب أثرا عن أبي ذر رضي الله عنه عظيما، قال مرفوعا طبعا ورواه أحمد وحسنه الهيثمي، قال: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، أي كان إيمانه صادقا وجعل قلبه سليما خاليا من الشوائب، من الشركيات، من البدعيات، من المفسقات، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة وهذا هو الشاهد، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. أما الأذن فقمع، قمع لما يلقى فيها، تأخذ ما يلقى فيها. وأما العين فمعبرة لما يوعى بالقلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. وهذا الأثر كما ذكرت لكم رواه أحمد وحسنه الهيثمي. والمقصود بهذا الأثر أن الإنسان الذي يكون مطمئن القلب منشرح الصدر مؤمنا بالله وبموعوده يكون دائما سليم القلب صادق الإيمان، ولا يكون مضطربا ولا قلقا ولا متسخطا على قضاء الله وقدره. والمقصود بالأذن فقمع والعين فمعبرة لما يوعى بالقلب، وقد أفلح الله من جعل قلبه واعيا وجعل أذنه مستمعة، أي المقصود من يتعقل جميع ما يلقى إليه،
إما أن يكون عن طريق الأذن وإما أن يكون عن طريق النظر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف سمعنا وهم لا يسمعون؟ قال بعدها: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء يسمعون لكن لا يفقهون ولا يعون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طب هم لهم آذان ولهم أعين لكن لا يسمعون سماع الوعي، لا يبصرون تبصر التفكر الذي يقودهم إلى الإيمان. فلذلك قال الله في ختام الآية: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وأعمالكم إنه لذلك القادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.